الاستثمار ايضا والتجهيز على هذا الستارت لشوطنا الثاني الى الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، عبر هذه البطولة 17 في ختام هذه البطولة التي تحظى بدعم كامل من قائد العمل الإنساني بهذه الانطلاقات، بهذه البطولة بنسختها 17. إذن مشاهدين الأعزاء، عبر قناة الكويت الرياضية وكذلك القنوات الناقلة لهذا الحفل الكبير، لهذا الختام الشيق والراقي من العنوان الثقيل لهذه الانطلاقات، الشوط السيف الفضي انطلق قبل لحظات لتكون هذه الشعارات المشاركة عبر ميدان الشهيد، ميدان القوة والإثارة. عبر هذه الشعارات، الشعارات عديدة تشارك من أجل الفوز، هو الشوط تخليدا لذكرى المقفور له سمو شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في هذه الانطلاقة وبهذه المشاركة. أحييكم أجمل تحية عبر هذا الشوط الرئيسي للمواطنين، شوط الزمول. أذهب إلى مقدمة الشوط لكي أفتتح الانطلاقة ولكي أفتتح أول المراكز. هنالك الحريثي عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة يتابع هذا الشعار المنطلق بتحديات أهالي دولة قطر من ميدان الشحانية، يتابعون هذه الانطلاقة. المركز الثاني أرى بالوصول والمشاركة من الأسد الواصل محمد بن سعيد بن حمد المري، يصل على المرتبة الثانية ليشارك هذا الشعار، ليتابع هذه الانطلاقة. المركز الثالث مشاهدين الأعزاء، من يتابعنا الكرام هنا في هذه التحديات، المركز الثالث أرى لفان محمد بن عتيق بن شامس العامري يبدأ بالوصول بتحديات أبناء دولة الإمارات العانين هنا للمشاركة عبر شوط الزمول، شوط السيف. هنا بيوم الرموز، يوم الختام، ختامه مسك بإذن من الله بتحديات ميدان الشهيد. المركز الرابع أرى الوصول الراق عبد الله بن سعيد بن تركي البحيح المري، يتابع هذا الشعار مع براق الذي يبدأ ببرقه بالسماء المليئة بالغيوم ليشارك بتحديات براق على المركز الرابع. المركز الخامس متابعينا، أرى المشاركة والإبداع والقوة والجدارة والوصول والمعركة التي بدأت بالدخول النشمي لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، متابعا للشعار الجميل شعار النشمي المتابع على المرتبة السادسة أو الخامسة. المركز السادس بدأ برق لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر الواصل مع برق، وصل بتحديات هذا الشعار مشاركا عبر شوط الرمز. المركز السابع بدأ أول بالوصول وبالمشاركة صوغان، وصل صوغان لعبد الله بن حمد بن هيان العامري متابعا لهذا الشعار. المركز الثامن أرى بالوصول والمتابعة للحاصل سعيد بن حمد بن سعيد المري، يصل بتحديات هذا الشعار. المركز التاسع، يا السلام، بدأت التحركات، بدأ الفعال، بدأ العنصر الفعال بتحديات أبناء المملكة، خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي
نجم مشارك ما يأتي هنا مع أبناء المملكة يتابعون العنصر الفعال لكي يفعل ما يريده عبر تحديات ميدان الشهيد. إذن المرتبة العاشرة، من يصل بتحديات المركز العاشر؟ الله، هناك بالتحديات. بالفعل مشاهدين الكرام، ببدأوا بالوصول وبتحدي مشرف أو مشرف لصالح بن سالم بن علي القوز المري، وصل من تحديات ميدان التحدي. إذن مشاهدين الكرام، أعددت للتو العشر المراكز، عشرة على عشرة. يا مضمرين، يا من يتابع، يا من يتابع عن كثب ومن يشارك عبر تحديات ميدان الشهيد، التغييرات بدأت تحصل والمجريات بدأت تجري عبر ميدان الشهيد هنا لكي يأتون بشوط الرمز، شوط الختام بختام هذه البطولة السابعة عشر. شكرا لكل من دعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. شكرا لمن قام بعمل وإنجاح هذا المهرجان الكبير، مهرجان فبراير الذي يقوم ببطولة الكويت السابعة عشر في ميدان الشهيد التي تحمل هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، الرياضة العريقة، الرياضة وقلوب المتابعين. هذا الحدث المباشر العالم. الله، هنا المرتبة الأولى، مرتبة الامتياز، مرتبة التقدم. يا بن عيدة، يا الحريثي عبد الله بن سعيد، وصل بتقدم ووصل بهذا المركز المتقدم لكي يأتي بمعطى هذا الشعار. الله الله، ميدان تحدي ينتظر صاحب هذا الشعار ليأتي بتحديات الحريثي الواصل على المرتبة الأولى متقدما لهذا الجمع الغفير، الجمع بهذا الرمز الغالي، الرمز الغالي سيف متابعين. حضورنا في المنصة الرئيسية، المرتبة الثانية بدأ بالوصول، هناك الحاصل، الحاصل على المرتبة الثانية سعيد بن حمد بن سعيد المري وصل بالمرتبة الثانية. لنا عطاءات الحاصل على المركز الثاني، المركز الثالث أرى بالوصول والمشاركة من لفان. لفان وصل، لفان وصل يا بن شامس، يا بن محمد، يا عتيق، يا العامري، يصل على المرتبة الثالثة. يا السلام يا لفان. المركز الرابع أرى بالوصول مع برق سعيد مخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، يصل على المرتبة الرابعة لكي يأتي بعطاءات هذا الشعار. إذا متابعينا الكرام، المركز الخامس، خامس المراكز أرى بالوصول والمشاركة من صوغان عبد الله بن حمد بن فيان العامري. أكتفي يا متابعين، شوط الزمول، الشوط الزمول، يا سلام. أكتفي بالنداء الثاني للفايف ستار. الله الله، أعود والعودة حميدة بانطلاقاتي شواط الختام وأول المراكز ما بين تحديات أبناء دولة قطر المشاركين بتحديات، وانطلاقة الحاصل الذي غير على مجريات المركز الأول ليأتي بعطيات الحاصل. الذي وصل بمقدمة، وصل بالجدارة بتحدي شواط. يا بن عيدة، هنا وصل على الحريثي، الحريثي عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. والشوط بدأت الشرارة، بدأت الدمول، تطافت المركز الثالث. وصل لفان، وصل بتحديات العامري محمد بن شامس بن عتيق، يصل على مقدمة في المركز الثالث. لسعيد جابر، يصل على المرتبة الشعار محملا
الشعار. المركز الخامس أرى وصول صوغان 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 لأحمد ابن بهيان العاطي. بدأت بالمشاركة. أعود مع المقدمة، أعود مع الجدارة، أعود مع المرتبة الأولى، مرتبة الامتياز، مرتبة الشرف. إذا الحاصل وهنالك الحريثي، والحاصل والحريثي، الحاصل والحريثي. الله الله، بدأنا بالانعطاف، بدأنا يا مضمرين، يا فطاحلة الزمول. أبوه الله، يا من يتابع خلف الشاشات الرئيسية، الكل ينتظر هذا الرمز الغالي السيف بالفضي. يا مضمرين، 1500 متر ومضيق الاتحاد بدأ بالإشارة، بدأ بالإشارة لكي يعطي تحديات مضمار الشهيد. والمعركة بدأت ما بين الحريثي وما بين هذا الشعار الجميل الذي وصل بمعطيات الحاصل لكي يأتي بمحملا من أبناء دولة قطر. إذن المركز الثالث وصل هنالك لفان، وصل لفان للعامري يصل على المرتبة الثالثة. المركز الرابع هناك برق لسعيد بن بخوت بن مسعود بن جابر. أعود إلى المقدمة، أعود إعلان هام يا متابعين، يا من يتابع عبر الشاشات، عبر المنصة الرئيسية. كيلو التحدي، كيلو البوابة الجميلة، الطيران الأرض الجوي على جميع الركاب، ربط الأحزمة لكي يقادر هذا الشعار الجميل الذي بالمقدمة. هنا بن عيدة، يا سلام يا بن عيدة، المقدمة مع الحريثي، يا عبد الله، يا بن سعيد، يا بن محمد، يا العيدة. أهالي دولة قطر يشاركونك أيضا بالمرتبة الثانية ليأتي صغان محمد بن سعيد أو الحاصل لسعيد بن حمد بن سعيد المري على المرتبة الثانية. يبوي الله. إذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، روح 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 وقلبي دعيلك، روح مع المقدمة، روح مع الفورمة. الليلة ليلة رمز، الليلة ليلة سيوف، ليلة سيوف، ليلة غالية، ليلة غالية. الله الله يا بن عيدة، الله يا بن عيدة، علمني وأنا بعلمك. اليوم يوم كبار، شوط كبار، تحديات كبار، وها هو يحلق بسمائي ميدان الشهيد بالمنصة الرئيسية. حيوا الحريثي، حيوه، حيوا الحريثي، حيوه، حيوا الحريثي، حيوه. هلا فبراير، هلا هلا الحريثي، هلا هلا بتحديات بن عيدة. يقدم لنا هذا الشعار مع عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. تهانينا والمبروك. المركز الثاني وصل الحاصل بتحديات سعيد بن حمد بن سعيد المري. المركز الثالث وصول ايضا خوف لسعيد بن محمد العضيل العامري. المركز الرابع وصل برق لسعيد مبخوت بن جابر. المركز الخامس بالفعل وصل صغان لعبد الله بن حمد بن بهيان العامري. اذا بالفعل الحريثي عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة هو من حقق الانجاز، الرمز الغالي، السيف الفضي بهذا المساء. اذا التقي معكم بالاشواط القادمه واشواط الختام لهذا المساء المليء بالرموز. اذا استودعكم الله بالشوط القادم والشوط المثير. بالفعل مشاهدينا الكرام، لهذه النتيجه وكذلك ايضا من هذا الاستمتاع لهذه الاجواء، أجواء الأميرية، أجواء حقيقة بدعم سموها الكريم حفظه الله ورعاه، وكذلك اليوم الذهب، الذهب بالفعل من هذه السباقات لشوطنا الثاني. وإليكم هذه النتيجة طبعا أخوي خالد العجمي. نهني ونبارك الحاصلين على المراكز الأولى، ولكن التهنئة بالذات والخاصة المرصعة بالذهب بالفعل تذهب إلى اللورد صاحب هذا الإنجاز وحصوله على السيف المرصع الفضي المرصع بالذهب، سيف الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله، لا سمو الشيخ زايد بن هيان رحمه الله وطيب الله ثراه، فذهب مع اللورد وعلى ظهر الحريثي للسيد عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. وما هي بقريبة عليك اللورد، سلام يا اللورد سلام. المركز الثاني بالفعل الحاصل للسيد سعيد بن حمد بن سعيد المري. المركز الثالث خوف للسيد سعيد بن محمد العضيلي العامري.